سؤالنا اليوم على صفحة عالم الصباح على الفيسبوك كان: هل بلشتوا تحضروا منى ايه أم لا؟ في كتير إجابات متفاوتة حسب البلدان والمناطق اللي عم تجي منها الإجابات. في كتار ما بيعني لهم الموضوع، إنما في أشخاص بلشوا ايه بتحضير المونة. هذا الشيء بعد شوي رح ترجعوا وتقدروا تحكوا عنه بشكل مفصل كمان وتعطيكم بعض النصايح اليوم شيف بلقيس اللي عم بترافقنا. إنما هلأ خلينا نروح بهالجولة السريعة على صالة السينما وبنرجع منتابع. We feel like we're in good hands on this one. We won't let you down, sirs. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الأكشن War Dogs عن القصة الحقيقية لشابين ربحوا 300 مليون دولار من عقد عملوه مع البنتاغون لتسليح حلفاء أمريكا بأفغانستان مع مايل ستيلر وجونا هيل. Don't worry, I have to go first. I'm American. Come on, Max. I gotta go. وفيلم الأنيميشن The Secret Life of Pets 3D بنسختين أصلية وفرنسية عن الحياة الهادية اللي عم بيعيشها ماكس وقت اللي صاحبه بيجيب ديوك وهو شريد وبيكرهه ماكس مباشرة بأصوات نجوم كتار مثل لوي سي كي، كيفن هارت وغيرهم. والفيلم الكوميدي Absolutely Fabulous The Movie عن سيدتين بيجذبوا انتباه الشرطة والإعلام من بعد ما يوقعوا بطريق الخطأ كيت موس بنهر التيمز وبيروحوا يتخبوا بجنوب فرنسا مع نجمات من الجيل القديم والجيل الجديد مثل جينيفر ساندرز، غوندولين كريستي وكيت موس بأدوارهم الحقيقية وظهور لجوان كولينز. You must find him. You must kill him. الفيلم الدرامي Remember بمساعدة ناجي من الإبادة اليهودية ورسالة بخط الإيد بيبدأ رجل عنده خرف البحث عن الشخص المسؤول عن مقتل عائلته مع النجمين الحائزين على جائزتي أوسكار كريستوفر بلومر ومارتن لاندو. والفيلم الكوميدي سكيب تريس عن محقق من هونغ كونغ بيجتمع مع مقامر أمريكي لمحاربة مجرم صيني معروف مع جاكي شان وجوني نوكسفيل. هذه الجولة كانت لمحبي الأفلام السينمائية، إنما هلأ رح ننتقل لحتى نتابع مثل ما وعدكم بقية فقراتنا مع ورشة ملح. يامي، الروايح شو طيبة وشكل الأكل شو صار شهي. قبل ما بلش معكم بالفقرة جهزنا الدجاجة وجهزنا كمان النمورة يلي قلت لكم بعد ساعة هيدي التراوي يلي شفناها بالسميد رح تتشرب وتصير عجينة متماسكة مثل ما شايفينا هلأ بهيدا الشكل. هيدي النتيجة يلي أنا بدي إياها. رح نجيب صينية كبيرة حط عليها طحينة، ندهن الطحينة بأرض الصينية وبطرافها كرمال وقتها بدنا نقلب النمورة تنقلب معنا بسهولة، وبنفس الوقت تعطيني الطحينة طيابة للنمورة. هون رح اتخلص من النمورة الزايدة الطحينة الزايدة. اوكي، كون نحن هلا دهنا صينية من كل اطراف. اول شغلة رح اعملها بوصفتي لليوم رح حط النمورة بالفرن يلي نحن جهزناها وتركناها لتخمر او لتشد مع بعضها. حطيت كيلو من السميد مع كوب ونص من الحليب او من اللبن الزبادي يلي لازم يكون حلو مش حامض، ورجعت حطيت كوب ونص من السمنه. فيك تحطي زيت وفيك تحطي زبده، بس هي السمنه اطيب للحلو العربي. حطينا النموره بهيدا الشكل وكبسناها وبدنا ندخلها على الفرن حوالي 10 دقائق
بعد 10 دقائق بشيلها بتكون نشفت. شو بعمل؟ بقطعها وبرجع بدخلها كمان بحدود ال 15 دقيقة لما يصير لونها ذهبي، وبرجع طلعها من الفرن بتكون هي تقطعت، برجع بقطعها شوي يعني بعطيها الفراغات كرمال اسكب عليها بحدود 2.5 كوب من القطر، او قد ما بدكم حطوا قطر لانه اصلا النمورة بتاخذ حاجتها والباقيين بيضلن. هلا حطيت انا النمورة بالفرن بدون تقطيع بدون مكسرات، مثل ما قلت لكم رح نتركها 10 دقائق. هلا كل شوي منطل شوي لانه ما تنسوا في افران تتفاوت درجات حرارتها. لانه بلشت بالحلو رح كمل بالحلو انا وياكم. من شوي او من اول الحلقه غدا كانت عم تحكي عن المونه، والكومبوت هو كمان نوع من انواع المونه. سوري بس عم فضي قدامي ما بدي احولكم. عندي نجاس بدي اقشره، كل ما كان النجاس فج كل ما كان احسن لانه يقدر يستوي معي بدون ما يغلط، يغلط يعني يستوي كثير ويطرى. رح اخذ النجاسه بهيدا الشكل واقشرها، اتخلص من قشرها واتخلص من البذور يلي بداخلها. بطنجره بدي احط لكل كيلو من النجاس المقشر، يعني انا قشرت النجاسات بدي زينهم كيلو، مش اشتري كيلو نجاس ما بعد ما بدي شيل انا القشر وشيل البذور وشيل العرق، طبيعي الوزن بده يقل، فما في احط كميه السكر انا على الوزن الاولاني. حطيت النجاس بكاسه او بجاط في بقلبه مي، عصرة حامض وعصرة برتقال، عصرة ليمون الحامض وعصرة برتقال، يعني نحن باللبناني بنقول له ليمون. احترق وجهي. هاي الدجاجة على جنب بنشيلها شوي لبلش انا وياكم نحضر السكر يلي بدي اغلي فيه الكومبوت. قد ايه بدي؟ لنعتبر كل كبشية هي كباية، أنا عندي كيلو من النجاس بدي كبايتين ونص من السكر، يعني نص كيلو من السكر، أوكي؟ أخذت كمية السكر. نفس العيار بدي أعير مي، رح أحط اثنين من المي واتركهم يدوبوا. دوبهم، برجع بضيف فوق منهم النجاس المقشر، رح اترك قشور الحامض فيهم كرمال نمنع الأكسدة، يعني وقت أنا ضيف عصرة حامض أو رشة حامض الليمون للمربيات للكومبوت لأي شيء بدي أحفظه بيتدخل له حامض. ليش بدي أحط حامض؟ مش كرمال الطعمة لأنه ما رح تفرق معي الطعمة، بحط حامض لأمنع الأكسدة بالمونة، يعني كرمال ما يسكر. يعني أنا عملت مربى بعد جمعتين صار المي لحال والسكر تحت، طب شو سببه؟ أنا غليته منيح. سببه انه ما حطيت عصرة حامض، هيدي عصرة الحامض بتساعد انه ما يصير معنا هيدا الشغل بالمونة، هيدي بالنسبة للمربيات. رح اتركهم يغلوا مع بعضهم، رح كمل تقشير النجاستين اللي بقيوا عندي. انا حاطة بحدود 2 كيلو نجاس مقشر، فعشان هيك زدت كمية السكر والمي تحت، صار عندي كيلو من السكر، يعني 5 أكواب سكر 3 أكواب من المي. رح أتركهم يغلوا، رح أتخلص من العرق والبذور بنجاز، رح أتركهم يغلوا، ضفنا لهم مثل ما قلت لكم العصير الحامض شوي من الليمون، رح ضيف نتفة من المزهر
نطفي من الموارد، فينا اكيد ننكه الكومبو اللي بنحبه نحن بعرق من القرفه، اكيد فيكم. انا ما رح نكه بشيء، رح اتركهم يغلوا. هون رزاتنا كيف عملناهم؟ نترك الكومبوت بالإجاز يغلي، نتركه على جنب، نرجع نشوف رزاتنا إذا استووا لشيلهم كمان فضي الغاز. هون رزاتنا كمان استووا، حطينا 3 أكواب من الرز المش منقوع، يعني رز بسمتي ما مننقعه، أنجأ من غسله بس هيك يعني نظافة، بس ما مننقعه لأنه إذا نقعناه بتروح منه المواد يلي بتخلينا نشبع، فمنصير ناكل 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 من الرز ومننصح. فعشان هيك إذا ما غسلناه بناكل كمية أقل، بتضل فيه المواد. هون حطيت معه عرق غار، حطيت معه لومة، وطبيعي شوي من الزيت وملح، وخلصنا رزاتنا. رح اتركن على جنب، وهون الإجاز رح حطه عميلة تانية. واتفرغ للطبخة الرئيسية. أكيد كلكم تذكرتوا شو هي طبختنا لليوم. طبختنا لليوم هي دجاجة كاملة بدي قصة نصين، تبلها ببهارات مغربية، حطلها عقدة صفرة وبصل، واغليها كتير منيح لحتى تدبل أو هيك كتير تستوي من دون ما أكون سلقيتها. يعني هيدي الدجاجة كلها بدي اسلقها تقريبا بانجأ كوب ونص من المي. خلينا نشوف الفرن، بدي خففه. نشفت النمورة، رح نشوف إذا فينا نقطعها شوي. أكيد منقطعها بهيدا الشكل. بطريقة مرتبة لنقدر نرجع نشيلها، بدي ارجع ادخلها على الفرن بحدود الربع ساعة. بعد ربع ساعة نحن بنكون عاملين قطر 3 أكواب من السكر وكوب ونص من المي وعصرة حامضة. نتركن على النار لحتى يغلوا ويشدوا، بعد ما يشدوا مندق شوية مسكة مع شوية فانيليا، منحطهم بيغلوا معهم، ملعقة مزهر، ملعقة موارد، بتعطيها نكهة طيبة للقطر، وهودي النكهات كلهم بيدخلوا بطعمة النمورة. قطعت النمورة وحطيتها بالفرن على أمل إنها تنشف نهائياً. على كل حال نحن محضرين قبل بوقت كرمال إذا ما نشفت، بس أنا بتوقع إنه تنشف. رح حط على وجهها القطر البارد يلي نحن اشتغلناه بأول الحلقة. هول القطرات حاحطهم على وجه النمورة، بس قبل ما أحط القطر بدي يكون مزينتها بالمكسرات. هلا بنترك القطرات على جنب وبنجي لعند الدجاجة يلي بدي ارجع تبلها مرة تانية. حطينا زيت نباتي، رح نحط بصلة،
بدنا نقطعها بطريقة شرائح سميكة. احنا البصلات اخذناهم اول شيء باول الحلقة. مثل ما قلت لكم بدنا نقطعهم بطريقة قطع او شرائح سميكة. رح نحطهم، بيعطيني هذا الصوت اللي بحبه كتير. برجع بجيب الدجاجة مثل ما هي، ما بدنا غادة تشوف احسن ما تضربنا. منقطعها لقسمين، ناخد القسم اللي بالنص مثل ما هي، رح حطها فوق بصلاتي. رح جيب البهارات يلي هي المسؤولة على نكهة وصفتي لليوم، العقدة الصفراء، بهارات المغربية، كزبرة يابسة، بهار الأبيض. ومنبلش ستيب باي ستيب. البهارات، بهار أبيض، البهارات المغربية مشكلة، بنقدر نجيبها من محلات البهارات، بنقدر نوسع ناس جاي من المغرب. ملقعة من العقدة الصفراء هي المسؤولة عن طعمة وصفتنا لليوم. خلصنا منهم، ناخذهم على جنب، منبلش نحرك بالدجاجة. هيدا الشكل مثل ما قلت لكم نتركها على نار هادية جدا. ممكن نضيف لها شوي من المي بس لحتى يذوبوا البهارات، بس ما بدي كتر من المي لانه انا بدي اترك الدجاجة هي تعطيني المي يلي بدي اياها. وبتركها على نار هادية جدا لحتى تنضج على رواء. قد ايه بدها؟ بدها بحدود نص ساعة ل 45 دقيقة لحتى تنضج كتير منيح. هون رح نضف حوالي لأنه ما بقى بدي إياها. ولوصفتي أنا بحاجة ل زيتون أخضر مقطع. هو الزيتون هو يعني سر النكهة بالمطبخ المغربي. وعندي الخضريات المشكلة المقطعة من باذنجان، من كوسة، من فليفلة، من جزر. فينا نحط بطاطا حلوة، فينا نحط لقطين، فينا نحط قرع، شو ما بتحب ست البيت تدخلها. على كل حال نحن ما عم نعمل كسكس، نحن عم نعمل بس دجاجة كاملة مخلطة بالبهارات مع شوية خضار. هول الخضار بدي ادلقهم فوق الدجاجة بعد ما تنضج. دجاجتي رح حطها هونيك ورح فرجيكم الدجاجة يلي صار لنا من الصبح بنطبخ فيها وكانت رح تحرق لي وجهي من البخار اللي عم يطلع عنا. هاي الدجاجة رح اسكب فوق منها سكب خضرياتي واطبخهم كلهم سوا. بعد ما يستووا ويطروا بحط الزيتون وعرق من البقدونس وعرق من الكزبرة. هون رح انقل دجاجتي لهالميلة، كل شوي منقلبها بميتها ومنتركها لحتى تنضج. شو بدها بهارات هاي الوصفة؟ بدها البهارات المغربية يلي منجيبها يا من المغرب يا من محلات البهارات. وصفتي بدها بهار أبيض، عيدان قرفة، هون ما بدها طولة، أوكي. بهار أبيض، عيدان قرفة، هيل، نجمة الطبخ تعطيها نكهة. رح اتركهم على نار هادية لحتى تستوي الكوسة، دغري بتستوي، الباذنجان دغري بتستوي، بس شو اللي بيطول عندي؟ بيطول البطاطا والجزر. هلا بتركهم، لكننا اشتغلنا شوي بالنمورة وبالكومبوت. بدنا نشوف انا وياكم هيدي الرغوة يلي طلعت، فينا نشوفها؟ هيدي الرغوة مسؤولة عن تحميض الكومبوت او المربى، يعني لما انا بحمض ماي على السريع بكون انا ما شلت هيدا الشيء يلي طلع عندي. سو رح نشيله.
كل ما طلع عندي رغوة كل ما شلته. واو ملا ريحة. على فكرة في شغلة أنا عملتها ما قلت لكم عنها، إني زدت شوي من عصير الليمون وتفلسفت على وصفتي، هيك بيطلع طعمة طيبة. لشو بنستعملها؟ لهيدي الوصفة بستعملها لزين التارت، بستعملها لزين الجاتو، لأحشي الجاتو، حتى إذا عم بعمل إذا عندي بوظة عبالي ضيف ضيوفي قطعة جاتو مع بوظة بحط كمان من الكومبوت الإيجاص كمان بتعطيني نكهة. الروايح بتعقد بس الدواقة بعد البريك. بريك ومنرجع لكم. قربنا شوي شوي لحتى نختم عالم الصباح. الدقائق المتبقية هي كلها لحتى تقدروا تتابعوا التحضيرات النهائية إذا ما تكسر المطبخ مع ورشة ملح. مش على حالها بدها تركض وتحرك، عرفتي؟ تحركت لشوف شو عم بيصير. يعني بيشتغلوا هلا لانه وين صرنا؟ طبيعي انه في اولاد بالعائله ما بتحب الحر. اولاد وكبار ايه يعني دائما بنعمل صوص الحر بندوره عجله. هي هاي الوصفه بدها بندوره، بس على طول بتضل ست البيت هيك تشتغل شوي على وصفتها. فالافضل انه ينعمل صوص الحر على جنب، عباره عن زيت زيتون، شوية ثوم وحر، شوي كثير، شوي كثير بدي اقول لك هي مش شوي شوي كثير. حنشوف بس نمورتنا بدها تحمير من فوق. ايه حمصية، انا بحبها محمصة. اوكي انا عملت لك خالص. في لإلي محمص هونيك. ايه خلص اوكي. مش مشكلة. اوكي بعد بدها تنشيف شوي هلا نشتغل على الفرن الفوقاني. يلا هون سلقنا بندورة. بأي وصفات غادة طيب البندورة ما تنحط، إذا بدي أطبخ بندورة بسلقها قبل، مش بقشرها بإيدي، بسلقها وبخليها هي تقشر حالها. صح أوكي. وكمان الطرطش اللي حواليها خلينا نشيل. هي قد ما طرية دغري البندورة عندي. أوكي في أشياء عم تغلي هون. هون لا هون. ايه اوكي هن انا جايبتهم طرايا كرمال يعطيني صوص. حاتركهم هيك كبار تعطيني طعمة اطيب. رح ضيفهم هون مع شوية ملح وبس، اتركهم هن يطبخوا حالهم بحالهم، لانه اصلا سالقين للبندورة كتير لدرجة انه ما عم بقدر امسكها بايدي. اوكي هلا هي بتغلي تطبخ حالها بهذا الشكل، ومنزيد زودة البياع اكيد، ومناخد الملعقة منحرك. شو صار هلا هون؟ الحر وتوم وبندورة وبندورة شوية ملح شوية حر ولو وبهار حلو. نخلطها نتركها تستوي. هون الانجاصات خلصنا تقطيع، خلينا نشيل الكفوف ونمسح حوالينا ونعيد على السريع شو عملنا اليوم. كان عندنا ثلاث وصفات لليوم. النموره بالمكسرات يلي هي المكسرات ما بتنضاف قبل ما نحط الاطراق. اوكي عندنا كومبوت الإيجاص يلي هو عبارة عن انجاص مقشر ومنزوع عنه البزر والعروق يلي عم يغلي بالقطر والحامض والليمون. عم شيل القشوة لأنه هي المسؤولة عن تحميض الموني. احنا كنا عم نحكي عن الموني قبل شوي. انت إذا بدك تعملي مربى بيطلع عندي هيدي الرغوة، إذا بدي أعمل كومبوت بيطلع عندي هيدي الرغوة. أي شيء بالسكر بيطلع عندي هالرغوة اللي هي الحامض والسكر مسؤولين عنها، فنحن لازم نشيلها لأنه على الحفظ هيدا الشيء بخلي الموني تحمض. اوكي. تحمض يعني تنتزع تخرب. اوكي فنحن لازم نشيلها. هلا هيدي عم تغلي ومبدئيا صارت
شبه جاهزة بدنا نصبها بالمراتبين. أكلتنا لليوم كمان عبارة عن بدنا نشيل وجهنا أحسن بيصير فيكي مثلي قبل شوي، شفتي شو صار؟ شو صار؟ أنا فتحت الطنجرة طلع البخار كله، بس منيح للوجه. إيه منيح للوجه. بعد في فاروز هلا بدك تقطعي؟ لا لا خلص هيدا هو. ايه الحمد لله. ما شفتيني؟ لا لا تاني مرة. انا صرت سمعك. لا ما سمعت، ما شفتها. اول مرة ايه حضرتها، بس تاني مرة لا. عنا الخضار هلا بتغلي على مهلة وبيستوي دغري، يعني باذنجان والكوسة ما بدهم شيء، فلايفلي كله بيستوي من الزوم يلي طلع من الدجاجة. اوكي. اوكي. هون عندي الكومبوت صار جاهز بدي اسكبه، هون خلصنا فينا نشيل. هون بس بدها تغلي بعد. بدك ترجعي تطحنيهم؟ لا ما هون؟ بدي اطحنهم. لا بدي اترك حبات البندوره مثل ما هن. والحار كل شخص ياخذ بس لا تغلي شوي. بياخذ رز، بياخذ دجاج مع خضره وبحط على جنب هيدا يلي بده حار. اوكي. الحار البندوره. هون شو حطينا لان ريحتهم شبه رز؟ عباره عن رز مع الهيل، ورق الغار، حبوب اللومة. هيدا كثير طيب، وكل ما كانت البهارات ورق وحبوب كل ما عطت نكهة أفضل. أطيب. أكيد. رح أتركهم هيك. هون رح أسكب، ما رح أسكب كثير. سكبي. ما رح أقول لكم ليه. سكبي تقول لك سكبي. رز. طيسيه على الصحن. بدنا نسكبهم بهيدا الشكل ونضل مرتبهم. اوكي. ولعت الفرن فوق مش تحترق بعد نطفي. يلا بعد نطفي. بعد نطفي على القطر وبتركها. اوكي. عند الرزات هالقد بدي اخذ منهم بس. في ناس مرعبين عليهم. عندي شوية بقدونس هيك بدي رشهم. هيك. بالاخر. اوكي. نفس الشيء شوية كزبرة بهيدا الشكل، ما بدي افرم، بدي احطهم هيك يعطي نكهة ومنظر حلو. هيدي خلصنا منها، هلا بدي اسكبها. رح اول قد اوكي النار عليها. قد ايه وقت بنغلي ال او انت هيك على ال لا مش هو الوقت نظر. تقريبا نص ساعة. اوكي. لكل كمية بدها وقت، هو انا عندي تقريبا شي كيلو شوي. كيلو شوي ما بدهم كثير. هلا بدي اسكبهم هون هن سخنين غادة وبدنا نقلب. عم نعمل مونة عن جد؟ ايه اكيد. شو نزلت من الجنوب على الفاضي؟ لا ابدا. هن وسخنين كل ما غمرت المي او القطر المربى او الكومبوت كل ما اعطتني نتيجه افضل كرمال ما يعفن الوجه. يعني حطيت انا هلا الانجاز بدي الباقي يكون ليكويد. اوكي لفوق هالقد كثير طيب. بدي سكره، بس بدي سكره بطريقه بدون ما احرق ايدي. لا لا مش احرق ايدي، بدي اقلبه وارجع وهيك بده ينحط لعبكره. اوكي كرمال يروح كل تنفيسه الهواء عنه. هيك بدي اتركه. اوكي. نموره تعي لعنا. هيدي النموره نشفت؟ ارجع قطعها. ايه نشفت. عزيمه. بدي ارجع اقطعها وبدي احط عليها قطر بارد، ما في احط قطر سخن كرمال ما تفرط. تفرط. نعم. يامي شربي لقلك. هي بتشرب قد ما بدها رولا، قد ما حطينا قطر تشربي ونحن بناكل. نحن بناكل وهي بتشرب نحن بناكل. شو بنعمل هلا؟ بنرش عليها هيدا الشيء. اوكي هلا كله بيشرب. انا كنت فاضي للصنوبر بس انه صنوبر بس ما هي بالمكسرات. وهيدا الشيء
اكله. وهلا الاطراد هن كفيلين انه يلزقون ببعضهم. هيدي نمورتنا، تعي لعنا. اوعى تحرق ايدك. اوعى احرقك، دخيل الله. اهم شيء بعد ما نحن نقطع النموره ونزينها بنشيلها من الصينيه، بنحطها بعلبه لها غطاء، يكون في ورق من تحت، ورق خاص للاكل، ويتغطى لتضلها جوسي او ما تنشف. ايه تما تنشف اكيد. هاي هي. اكيد هيك بتخدم 15 يوم عندك النموره. اذا بقيت 15 يوم. اذا بقيت. بعتقد اكثر من 48 ساعه ما بتضل. رب الحر او قصص البندوره اللي كثير طيب يلي تركته انا. شقف البندوره كبيره قصدت لانه كل شيء عندي هون بوصفتي تقطع كبير. اوكي بدي اترك بعد ليستووا لانه بعد بدهم وقت. اوكي انه ما كان فينا كمان نطبخ الطبخه كلها. اح هلا هون هيك لعبكره إذا رجعنا قلبناها شو بيصير؟ ما بيصير شيء، بس هيك نحن عم نسكرها لتبرد مش لبكرة، يعني العشية لتبرد. بيكون تقريبا قدرت اضغطها أنا، ساعتها لما تفتحيها وتعمل بيكون مش الحال. قد إيه بيضاين عندك هيدا؟ طول ما هو مسكر ومش منفس بيضاين سنة، بس أول ما افتحها أنا وتعمل هيدي البق اللي عم قلك عنها بدي استعملها ماكسيموم اسبوع وبالبراد. يعني انا فتحتها هلا اكلنا انا وياكي دغري بسكرها وبحطها بالبراد، بس طول ما هي هيك ومش مفتوحه ومش منفسه بتضلها موجوده هون سنه. سنه اوكي. اوكي بس طبيعي انه ما يكون بمطرح كثير صوب وشمس. ايه ولا اكيد انه بمحل شوي طبيعي بالمطبخ يكون في بيكون في شيء تبريد بقلب المطبخ. اوكي هون عندي بهاي الوصفه عم تغلي، شو رح اعمل؟ بزمانات كان في خزانه للمونه، خزانة كلها للمونة وهيك. عندي أوضة للمونة. أنت أوضة للمونة. أنا عندي أقرب سوبر ماركت. لا لا هلا صار عندك بلقيس. هلا صار عندي بلقيس. بدي أعمل أوضة هلا للمونة وخزانة للمونة. ارجع عن جديد. بنحط الأخضر بهذا الشكل. رح جيب صوص وحدة للصوص لحط فيها الصوص، تقريباً هي أول مثل ما قلت لك البندوره مش مستويه. هاي لا لا هيدي البندوره مستويه غليتها منيح انا، بس عم نكها بالحر. اوكي اكسكيوز مي. يا عنا دقيقة بدنا نسكب ولا لا؟ إذا ما استوى شو ما نعمل؟ لا لا بدنا نسكب. بدنا نسكب. إذا ما استوى بدنا نسكب. وإذا استوى. هاي طبختنا كمان صارت جاهزة. على إيديك لأنه بكفي اليوم حرق. ما هي؟ يلا بس رح مسح الجات شوي. بعد معنا 30 ثانية. 30 ثانية بتسكب طبختنا. نسكبها كلها. بأربع ثواني. أول شغلة بشيل الدجاجة مثل ما هي. حرام يا دجاجة. أوكي بشيل الدجاجة الثانية بحطها هون، بلش شيل الخضريات شوي شوي وضيفهم على أطباقنا. حطنا إضافات، هاي الدجاجة. هلا ما ضروري كثير يستووا كمان، هن طيبين قبل بقيوا عم بهيك شوي قاسيين. اوكي. اعطينا شوي من حبيتي هالوصفة هذا احترقت ولا بعد يوم؟ بعد يوم كله حرق بحرق. وصفاتنا كانوا سريعين وطيبين وسهلين، النموره خلصت بسرعه بالمكسرات. طيبين ايه؟ سريعين ها؟ سهلين؟ ما بعرف ما بعرف قديش، ميرسي لإلك. بنشوفك بخلال اسبوع اللي جاي ان الله راد اكيد. اكيد السبت الجاي ان شاء الله. السبت الجاي ان الله راد بهالوقت. اذا استوديو قبل يعني بكون انا اشتقت. بتكوني بعدين شهلتي كمان بالمونه اللي عم بتحضريها. مزبوط ميرسي لإلك. انا بدي ودع كل المشاهدين بقيه النهار وبقيه ويك اند كمان كثير حلو بدي اتمنى للجميع. Blackburn
Without you, boy, J-A-A-I, I'm yours even if time has passed.